كوشك عندك كوشك عندك كوشك قول ما درا ها عندك كاين لما لواف كاين لما لواف أتشي وش قوم أتشي وش قوم لا هم جايين هم جايين ما كنا ما لوا هم بيرون ما كنا نتصور ذا وين خويا لا بيت نعاس بيت نعاس ولا بيت نعاس تحرك طوينات طف شو مشكلة طف طف هذا هذا شاب واحد بيت الأم فازيري تك أوفاس فيش السلام عليكم اختي انا يا حارس ليلي كنت مريح في بلاصتي شويه كيبان لي الدخان خارج من ريزيدونس لو جاردان مشيت وقفت تمايا كتبان لي العافيه شاعله في البانكو ما فهمني طلعت انا والناس ديال الدرب حيت انا ولد الدرب اصلا طلعت داكشي اللي قدرنا عليه الله راه درناه انت الحلايا باقا كتشوفي كما هي المهم دخلنا من الدار دخلنا لقينا كاع البيوت مسدودين هذه البلاصه اللي فيها العافيه لقيناها حتى هي مسدوده داكشي اللي غبنا على الله راه فرقعنا الباب عاوننا بهذوك القراعي ديال اطفاء الحريق عاوننا بسطوله ديال الماء بالتيو حتى هذا سمع 20 ساعه ولا ساعه الا ربع باش جاوا البومبيه المهم ملي جاوا البومبيه لقاونا حنا تكلفنا بداكشي اللي لازم اللي كان عليه الدار درناه حنا قبل ما يجيو هما انا مع ديك الدعقه ديال الدخان وسميتو خليت داكشي وجيت بحال هادشي ما تخنقش انا الاول دخلت تمايا للدار تخنقت مول الدار مول الدار ما لقيتوش ولكن الدري اللي معايا هو اللي شدو الدواء معاه لقاه بحال مغيب ولا ما عرفتش مع الدخان مع ريحه البلاستيك والخوامي وداكشي بحال بلا ما دار البيت كله الباركون كامله انا راه دخلت تلويت عليا فوطه لحت عليا فوطه فازقه وسميتو عباش دخلت اما راه كون ما كانت الفوطه وكون ما كان سميتو راه الله يستر يقدر الدراري ديال راه ديال الدرب راه ديال الدرب منهم حتى عبد المذنب راه كون ما كنا حنايا تبقى تستنى البومبيه السيد راه يجي في موت كاع انت راك عارف حنا راه ماشي في ميريكان غتعيطي غتجي لاكوبتير وغيجي راه بنادم غتستنى الو واش كاين الدم واش كاين شي راه عابش كيبداو يسولوك دوز واحد ساعه ونص عباش يجيو حنايا الناس ديال الدرب زاب الله بعدا بنادم زاعم شويه فهميني زاعم شويه مولف بهادي داكشي اللي قدينا عليه راه درناه حنا بعدا منين السيد بخير وعلى خير هذاك هو الرباح اللي وقع هو سميتو الدري كان تيلي ترافاي وكان ساد عليه في البيش ديالو فهمتي وشالات العافيه ما تسوقش لا حتى خرجوا خرج الدخان هو الاول بداو كيتجراو الناس هما الجيران فهمتي عاد طلع شنو السيد كان الاخ ديال مول المبل طلعنا دقينا فهمتي دعينا ما ندقوا مشينا للجهه الاخرى فرقعنا الجاج عاد السيد حل الباب ما خرج فهمتي ديخ ما عارفش هو شنو واقع صافي وجاو الدراري ديال الدرب شاو ما يبداو كيدفعوا العافيه بشويه بشويه درنا التشيو ديال الشركه شاو هويا درنا سميتو وصلت التشيو هذاك الشيء المهم داركنا الموقف بشويه بشويه الحمد لله بعد الدري ما وقع ليه والو والعافيه ما زادش شداش عاوتاني وما انا 100% مولا شي يقول لك شارجور فهمتي خلى التليفون اللي كامل في لاشارج هو اللي دار هذا المشكل في سميتو هذا الشيء اللي كاين في الاول ما نكذبش عليك حيت في الاول ملي دخلنا لقى الدخان راه ماشي ماشي يشوف شي وكانت العافيه من جهه داك كتحبس وكتعاود عاوتاني اللي درنا فرقعنا الجاج جبنا داك اللي كتطفي به العافيه شي خمسه ولا سته القراعي فهمتي حيدنا بعدا خلينا محصوره في بيش واحد حتى جاو البومبي عاد وما عرفوش كيديروا طلعوا من هالجي وداروا شي واش من الداخل بالنسبه الحمد لله بعدا ملي ما بعدا واحد السيده جارشو عندها وليد صغير باقي الله تزاد هذيك مسكينه فهمتي هذيك عبطناها وصافي هادشي اللي كاين الحمد لله بعدا ملي مات شي واحد ملي شي واحد ما تحرق ملي شي واحد ما وقعت ليه شي حاجه هذاك الربع ما تنساوش تابوناو في لاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام